الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام. أهلا دكتورنا، ازي حضرتك؟ أهلا أستاذ عمرو، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. إيه الوضع عنك؟ أنا عايز أتأكد بس من الأخبار اللي نازلة. هو الوضع زي يعني تقريبا زي ما بيتقال، احنا في عندنا الموضوع ابتدى من اسبوع، كان في ممرض عليه اعراض، ظهرت عليه اعراض، فعملنا له تحليل وعزلناه، طلع انه هو عنده اصابه او يعني حامل للفيروس. فطبعا عزلنا اللي حواليه، خدنا المخالطين ليه، عملنا لهم تحاليل، ما كانش حد منه عليه اعراض، بس عملنا لهم تحاليل، كانوا خمسه، طلع منهم اتنين برضو حاملين للفيروس فتعزلوا. يوم الحد اللي فات ظهر على مشرفة التمريض أعراض، فبرضو عملنا لها تحليل وتعزلت، لقيناها حاملة للفيروس. وبعدين طبعا كانت هي مشرفة، كانوا مقضيين اليوم ده مجموعة المشرفين مع بعض، فعملنا لكل الطاقم المخالطين ليهم المشرفات، وعملنا لكل الطاقم الطب للنواب، عمل حوالي 40 واحد، فطلع منهم عدد 9 اللي هم حاملين المرض، بس برضه ما عرفهمش خالص. كل ده طلع النهارده، فالعدد الاجمالي كله في عندنا 3 اطباء و12 تمريض. طب حضراتكم عملتوا ايه في المعهد؟ احنا كنا واخدين اجراءات طبعا لما ابتدت نلاقي ان في حالات، فاحنا كنا عملنا تعقيم كامل للمعهد امبارح والنهارده وبكره هيعمل تاني، دول 3 ايام متواصله. قللنا عدد العيانين على قد ما نقدر، حوالي كان الموجودين كلهم حوالي 60 واحد. عملنا بقى طبعا خطه عمل جديده للمرحله الجايه، لان طبعا انت حضرتك عارف ان معهد الاورام ما ينفعش يتقفل، لان هو يعني احنا بيجي لنا مرضى من كل مكان، فاحنا بكره بس موقفين العمل على استقبال المرضى، هنعمل مسح شامل لكل العاملين. يعني معهد الاورام بكره قافل؟ بكره المعهد مش هيبقى فيه مرضى، بس العاملين موجودين، لان احنا عاملين تحاليل وعاملين مجلس لاداره المعهد. طب يا فندم الممرضين دول والدكاتره دول مش كانوا مخالطين لمرضى؟ لا، انت حضرتك المشكله بتكمن من ان مش من المريض، من السليم، لان دايما التعامل مع المريض بتبقى واخد حذر زياده وبتعمل احتياطاتك، انما لما بيبقوا مع بعض الناس بتتكلم مع بعض او قاعدين مع بعض او ماضيين نبطشيه بينهم وبين بعض هم اسلام، فبيتعاملوا بحسن نيه. المشكله بتكمن ان حامل الفيروس بيبقى اخطر من المريض، حامل الفيروس ما بتبانش عليه، فبيتعامل بعض. انا فاهم يا دكتورنا. انا اسف، يعني انا مش دكتور ولا بفهم في العلم يعني، ولكن هم مش الممرضين دول والدكاتره دول اتعاملوا مع مرضى ولا ما كانوش بيتعاملوا مع مرضى؟ لما بتيجي تتعامل مع المريض بتبقى لابس الماسك، بينك وبينه مسافه، بتتعامل باسلوب، بتلبس جوانتي، وبعد ما بتخرج وبيبقى لابس جاوب، وبعد كده بتقلع الكلام ده كله وبتستعمل المطهر، فانت بينك وبين المريض بتتعامل بارشادات. المشكله بقى لما بنقعد مع بعض الدكاتره النبطشيين بينهم ومن بعض بيتغدوا او بيقعدوا او بيقضوا بتاع مريض بينهم وبعد ما بيستعملوش الارشادات. هو المعهد فيه كم معهد، فيه كم دكتور وممرض يا فندم؟ احنا عندنا 600 ممرض وعندنا 750 طبيب. انما انتوا بس عملتوا تحليل للمجموعه الدايره دي بس، الدايره الصغيره المخالطه اللي هي بتبقى مخالطه للمرضى. فاحنا عملنا حوالي 45 او 42 واحد ممرض وطبيب، ودول اللي طلع منهم 3 اطباء والتمريض ال9 دول. طب هو الممرض اللي جه من الاول هو كان جايبه منين؟ لا ما بيعرفش، ما ينفع، ما تعرفش يعني هو جابه منين، ما تعرفش يعني هو كان بيشتغل في مستشفى تانية؟ معظم كل الناس في الكادر الطبي بيشتغل في اكتر من مكان. طبعا في ناس بتشتغل في مستشفيات تانية. الممرض يا دكتور حاتم، الممرض ده بالتحديد اللي هو الحالة زيرو بالنسبة لمعهد الاورام، ده كان في مستشفى تانية؟ في مستشفى تانية، بيشتغل في مستشفى تانية. طب انتوا عرفتوا المستشفى التانية اخبارها ايه؟ ما هي مستشفى عارف يعني ظهر فيها كذا حالة برضو، وعملوا معها نفس الكلام، اتعقمت واتعمل فحص. حضرتك بتقول لي دلوقتي خبر جديد ان هناك مستشفى اخرى غير مستشفى الاورام كان فيها حالات؟ في مستشفيات كتيرة ظهر فيها حالات.
دكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد أورام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شكرا لك.